فتح يا حبيبي على بركه حمزه اليوم نحن السعداء اللي بافتتاح الرسمي لمشروع مول لو كاروسيل والذي هو جزء من مشروع لو كاروسيل الذي المشروع كله بمجمله تطلب استثمار يتجاوز 1,800,000 درهم مغربي ومشروع المول فقط تطلب استثمار 600 درهم. احنا سعداء بهذا المشروع لانه 600 مليون درهم، تطلب استثمار 600 مليون درهم. احنا سعداء بهذا المشروع لانه سيساهم في تعزيز الديناميه الاقتصاديه للمنطقه حيث سيخلق اكثر من 400 فرصه شغل، ونحن سعداء كذلك لمنح مساحات خضراء وجميله لساكنه الرباط لأنه هذا المشروع ليس فقط هو مشروع للتسوق بل أيضا مشروع للنزهة للترفيه لكل العائلة. هناك مطاعم، هناك مراكز للتسويق، هناك طبعا مساحات للأطفال وللترفيه. فنحن فخورون جدا بالنتيجة حيث قمنا باستعانة بأحسن المصممين العالميين وأحسن المقاولين، واليوم نتمنى أن يكون ساكنة الرباط كلها تنضم إلينا للاحتفال بهذه المساحة الجديدة للمدينة وللمنطقة. 90 محل حتى اليوم فيه تقريبا 33 محل مفتوح، وإن شاء الله الأيام القادمة المحلات تفتح مع يخلصون الديكورات الداخلية، لكن إن شاء الله المول يكون مفتوح للعامة من بكرة إن شاء الله. المول المميز فيه في محلات خاصة ما فيها في المولات الثانية في الرباط، يعني كان فيه مثلا محلات المتسوق كان يلزم عليه انه يروح كازا ولا مناطق ثانية، اليوم حاولنا ان نجيبها في مول كاروسيل. والمول بالتصميمها تصميم خارجي، فتمشي وانت يعني تحس مش في داخلي وخارجي، فتصميمها فريد ان شاء الله يعطي متعة فريدة للمتسوق العام. وكون أن المول موقعها استراتيجي إن على المحيط، فإن شاء الله يعطي تميز في التجربة التسوقية للعميل إن شاء الله. مبروك علينا وعلى الرباط وعلى كل من ساهم في إنجاز هذا المشروع. الحقيقة مشروع كاروسيل المشاريع العزيزة على الشركة، على شركة إمكان. شركة إمكان متخصصة أنها تنشئ أماكن ملهمة. لما بنقول أماكن ملهمة احنا بنعمل مشاريع متكاملة، مشاريع متكاملة فيها الأوتيل والمول والسكني والتجاري والمكاتب الإدارية. النهاردة احنا بنحتفل مع بعض بافتتاح المول التجاري. المول التجاري ده على مساحة 26,000 متر، فيه 100 متجر. الحمد لله استطعنا احنا نجيب عدة ماركات تتواجد لأول مرة في المغرب أو في الرباط، زي دان جون، سميرة معتو، كورت في سبرينغفيلد، حتى ألفا 55 متواجد في كازابلانكا، تواجد معانا الحمد لله في الرباط. فإحنا سعداء بده، فخورين، بنعتبر كاروسيل ده منارة مضيئة لينا نفتخر بيها، ونسعى يعني بنهديها لأهالي الرباط ولكل أفراد الأسرة في الرباط إنهم يخرجوا ويتنزهوا في هذا المشروع. تنسوش تابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة، ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.